السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة عاملة كو فيديو عن ماذا يوجد في هاتفي، او بالظبط يعني عايزة اكلمكم عن اهم 3 ابليكيشن انا شفتهم ان هما مهمين جدا لازم يكونوا موجودين على الموبايل بتاعكم. خليني اتكلم معاكم عن الابليكيشنز دي. اول ابليكيشن هو ابلكيشن يخص البنات، اسمه كلو. انتي بتخشي على الابلكيشن ده، بتضيفي بتحطي بياناتك، اخر ميعاد للدورة الشهرية لو انتي عارفاه. لو مش عارفاه هو بيقولك، بيعرف منك شوية معلومات بسيطة، ان هو يعرف منك مثلا الدورة الشهرية بتقعد قد ايه، من كام يوم. طبعا هو نورمال من 4 لـ9 ايام. بيعرف منك هل انتي فاكرة اخر ميعاد كان عندك امتى. مش عارفة، اتس اوكي، هو بيحسبها لك، بيوريلك الشكل الدايرة اللي انتي شايفاه ده، وكمان في النتيجة بيبقى باين فيها الايام اللي هي اللي بالاحمر هي ايام البيريود. الدايرة كده زي ما انت شايفة، بتدوسي في النص بتضيفي الحالة النفسية اللي انت فيها، زي مثلا كثافة البريد، حالتك النفسية، هل بتحسي بتقلصات. تاني ابليكيشن حابة اكلمكم عنه هو واتباد. هو ابليكيشن مهم جدا للناس اللي بتحب تقرأ وتثقف نفسها. هو برنامج موجود عليه كتب اونلاين، ناس بتكتبها، او كتب موجودة اصلا، معلومات عامة، حاجات كتير قوي. هو الابليكيشن زي ما انتم شايفين كده، دي مجموعة كتب، اخر كتاب انا قريته، وكتب تانية مترشحة من الابليكيشن نفسه، في حاجات مختلفة. انتي في الاول بتحددي ايه هي المجالات اللي انتي بتحبي تقري فيها، وهو بيفضل يرشح لك مجموعة كتب. فوق هنا الكاتيجوريز بتاعت الكتب اللي انتي عايزاها، ممكن تختاري اي كاتيجوري انتي حباه، وعلى الاساس ده بتختاري. يعني في هنا عندك شعر، عندك موسيقى، عندك قصص قصيرة، بتختاري اي حاجة فيهم، بيطلع لك منها نسبة الكتب اللي على نفس الكاتيجوري ده. هنا بتكون الكتب اللي انتي بتقريها، او كتب اخر كتب انتي قريتيها. هنا المسجز لو في ما بين اصدقاء، هنا النوتيفيكيشنز بتاعتك، انتي عملت لايك ايه، شفتي ايه، اتفرجتي على ايه، قريتي ايه. هنا اللي هي زي ما نقول كده المكتبة بتاعتك، الكتب اللي انتي قريتيها كلها بتبقى مرصوصة هنا كده محطوطة، وتحت بيبقى فيه كمية اقتراحات ليكي ان انتي ممكن تقريها. هنا الكتب اللي انتي حطتيها انتي، يعني الكتب اللي انتي كباها بنفسك او عاملاها بنفسك، ده لو انتي يعني عاملة كتب وحطها بنفسك. هنا ده البروفايل بتاعك، في اسمك وبياناتك والاصدقاء والكتب المترشحة لك، وكل حاجة انت بتعمليها، وكمان المقالات اللي انت بتكتبيها، هنا الاصدقاء، هنا كل حاجة. هنا دي لو انت حابة انت اللي تكتبي موضوع او تقدمي حاجة، هنا بكتب باكتر من لغة، بس ده في انجليش، وانا حبيته ان هو للناس اللي بتحاول تتعلم انجليش، ممكن تستغل الكتب دي ان هي تقراها وتنمي قدراتها. هنا عنوان، هنا المحول يعني فحوى الكتاب والعناوين بتاعته، وبعدين تضغطي ابدا او ستارت او اتس اوكي وتشتغلي على اساسها. هنا ممكن تعملي سيرش عن اي نوع انت حابه، يعني ممكن تكتبي اي حاجه انت حابه تعملي سيرش عليها، وعلى الاساس ده هو بيبدا يعمل لك سيرش عن الكلمه دي. يعني مثلا كتبنا مثلا ستوري، مفروض ان هو هيظهر لك بعد كده اي حاجة فيها كلمة ستوري، ماي ستوري، حد كاتب ماي ستوري، كتب كده، يعني حاجات فيها كلمة ستوري، سواء كتاب موجود في السوق او قصة حد كاتبها او كل الحاجات دي. بعد كده عايزة اكلمكو عن ابليكيشن تاني اسمه دولينجو.
هو شكل العصفورة دي هو مهمته ان هو بيعلمك لغة جديدة. انا بحاول انمي فيه الانجليش، بجرب فيه طبعا، انا معدية في مراحل كبيرة. هو بيعلمك الاساسيات بتاعت كل لغة. هنا اللغة اللي انت بتدرسها، ومن تحت هنا اضف منهج، ده ان انت ممكن تختار منهج تاني. اول حاجة هنا التعلم الفرنسية لنطق اللغة العربية، وبعد كده تعلم اللغات التانية بس لناطقي اللغة الانجليزية. كل اللغات دي تبع ناطقي اللغة الانجليزية، وبعدين بعد كده ناطقي اللغة الاسبانية والفرنسية وهكذا. اللغات التانية، كل لغة انت بتنطقها في لغات متقدمة لك ان انت تذاكرها. بعد كده العلامة اللي هي زي علامة الحديد دي، المهم فيها ان انت بتقوي مهاراتك امتحانات طول الوقت علشان تفضل منمي اللغة بتاعتك. المستوى لازم يكون عالي كده عشان تتأكد ان انت مستواك كويس، ولازم كل مرة تخش وتأكد عليه. بتضغط على ابدأ وبيطلع لك امتحان وبتجاوب عليه، ومفروض ان هو بيزود مهاراتك. هنا النقطتين دول، اول حاجة بيعرض لك الصفحة بتاعتك اللي هو البروفايل بتاعك العادي جدا، بيبقى فيه اسمك وفيه بياناتك ومستواك وانت في انهي ليفل وانت محقق قد ايه، وتحت بيبقى موجود اصدقائك لو ليك اصدقاء على البرنامج، وبيكتب لك كام لغة انت موجود فيها انت متابعها. هنا عندك الأصدقاء لو انت يعني معاك أصدقاء على البرنامج، والمتجر ده دي حاجة كده يعني فري، أو يعني حاجة كده مرح ان انت بتزود لك يعني مثلا لبس للشخصية بتاعتك، حاجات كده يعني. غير كده بقى في أبليكيشنز تانية عندي زي الانستجرام وسناب شات، وطول الوقت ببقى معاكوا عليهم، وكمان تويتر، وببقى كمان عندي اليوتيوب طبعا اللي انتوا تشوفوني من عليه دلوقتي. متنسوش طبعا تعملوا سبسكرايب قبل ما تمشوا من الفيديو، تعملوا لي فولو على كل السوشيال ميديا اللي موجودة تحت في الديسكريبشن بوكس. وده شكل البروفايل بتاعي لو انتوا اول مرة تشوفوا الفيديو. وبس هي دي كل الابليكيشنز اللي عندي اللي انا حبيت اشارككم بيها. وفي ابليكيشنز تانية كتير انا هبقى اشارككم فيها، وهي ابليكيشنز للصور زي الصورة اللي انتوا شايفينها كده الباك جراوند. في كذا ابليكيشن بيوفر لكم صور على حسب ما انتوا حابين، وده ابليكيشن حلوة جدا. لو انتوا عايزين نعمل لكم فيديو عن الابليكيشنز دي اكتبوا كومنتس تحت، ومتنسوش تعملوا شير، وتعملوا كمان تخلوا اصحابكم انهم يتابعوني على الشانل علشان هنزل لكم حاجات كتيرة جدا حلوة. وشوفوا كل الفيديوهات اللي نفسكم ان انا اعملها لكم واكتبها لي تحت في الكومنتس. وبحبكم جدا واشوفكم على خير، والسلام عليكم.